يبدو أن الحزم الإصلاحية التي كثيراً ما تردد عبر وسائل الإعلام لكنها خالية من السقف الزمني في تنفيذها أو المبادرة الحقيقية والجدية في التطبيق بحسب معتصمين في الديوانية، مما جعلهم يحاولون الضغط على الحكومة أكثر لأجل تحقيق ما خرجوا لأجله، حيث قاموا بتوسعة دائرة ضغطهم من خلال قطع بعض مداخل الديوانية المهمة، مؤكدين بأنهم يسمحون بخروج ودخول الحالات الحرجة وكذلك من له ارتباط عمل خارج المحافظة. القوات الأمنية كانت قريبة وبانتشار مكثف بالقرب من المعتصمين وبوجود قياداتهم العسكرية ليخلو المشهد من أي تصادم أو احتكاك معهم. هذا على العراق، هذا بشرفك، هذا شبابنا. وردا من المعتصمين على ما أشيع بأن ساحة الاعتصام قد قل العدد فيها، لتأتي الوفود يتقدمهم هذا الاستعراض بالدراجات النارية ويؤكدوا أنهم باقون حتى تحقيق المطالب. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.